ما في يوم سألت نفسك هل من الممكن أن الدولار يتحول إلى ألف دولار؟ بالبزنس يعني بالأشغال ولا بيت؟ يمديك تحول ريال؟ أيوه أربع ريال يروح فيها شاورما دولار؟ يتحول إلى ألف دولار؟ يتحول إلى ألف دولار؟ إيه؟ في إمكانية كيف؟ لأنك تستثمر فيه يعني لو عطتني مثلا دولار قلنا إيه؟ دولار هذا إيش يجيب؟ إيش يجيب؟ طيب لو جبت لك لو قلت لك ممنوع استخدام الفلوس حاجات بعطيك ذهب قيمته دولار بس لا تبيعه ابغاك تجيب لي 1000 دولار دولار تحول 1000 دولار ايه قلم ايه حول 1000 دولار حول 1000 دولار ايه. السلام عليكم اهلا وسهلا حبيبي وعزيزي المتابع عندي سؤال بسيط هل يوم من الايام سمعت كلمه المقايضه يب انا مثلك يوم من الايام سمعت هذه الكلمه ولكن ما ادري وين قد مرت علي الكلمه هذه بس ناسي المقايضة هي انك تبدل الاشياء بشيء اغلى وافضل قيمة كيف اسامة وراح اعطيكم مثال بسيط على ابسط الاشياء اللي عندك اللي هو انك تقدر تبدل قلم الرصاص بقلم حبر كم سعر قلم الرصاص؟ ريال واحد وقلم الحبر سعره 3 ريال تقدر تسوي تبديل بينهم اذا كان صاحب قلم الحبر او اللي عنده قلم الحبر هذا مو محتاج القلم فعادي انه يخسره فهذا هو مفهوم المقايضة حرفيا طبعا قررت اقرأ واطلع على هذا الموضوع بشكل كبير لاحظت ان في شخص اجنبي قد سواها عام 2013 اللي هي انه بدل الشوكة او التوكة نسميها ببيت شيء مرة خرافي طبعا الكلام هذا كله مو عندنا حنا لا خارج الخليج وخارج ديرة العرب كامل قررت اليوم اني اضع نفسي في هذا التحدي دخولي هذا التحدي كي اثبت للناس ان حنا قادرين ان حنا نسوي اي شيء سامة المهمة هذه مستحيلة ولكن حاب اقول لك حبيبي وعزيزي المتابع وانا قاعد اكلمك الان مريت على 14 يوم كله تفكير وحرق حرفيا ولكن هذا الشيء ما فاد معاي بشكل مرة كبير في اشياء صدق تنباع تعرفون تحدينا وين راح نوصل؟ رحلتي راح تكون من تبديل قلم سحري إلى سيارة واو 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 يا أسامة بالغت شوي يا أسامة بالغت ولكن حاب أقولك أني قاعد أسجلك المقدمة هذه وأنا أنهيت أول 14 يوم من التحدي راح يكون أسلوب السلسلة هذه أني أخذ أشياء وقايضها مع ناس سواء الناس أعرفهم أو سواء الناس ما أعرفهم وراح انتوا تكونون يوم من الايام في هذه السلسله راح تعرفون التفاصيل هذه كلها مع المقطع اعاده اخيره بس للناس اللي ما فهمت مقايضه هي تبديل الاشياء من شيء الى شيء اغلى يعني مثل ما تقول من سيكل الى دباب ومن دباب الى سياره ومن سياره الى طياره بنفس الاسلوب هذا طبعا يا جماعه الخير ما ابغى اطول عليكم قبل ما نبدا في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على اللايك وتشترك في القناه وتذكر انك في اقوى تحدي موجود على شبه الجزيره العربيه فليتس جو يا جماعه الخير نشوف المهمه الاولى بسم الله الرحمن الرحيم بتان انا عندي القلم هذا وشو وظيفه القلم هذا بتان وظيفه القلم هذا بتان اكتب اي شيء تمام ولع اللمبه ينور طبعا القلم هذا منقطع في السوق اتحداك تحصله حاطه في المكتب صراحه مو بزايد انا حاطه واحد المكتب وعلى البيت على السياره طيب انا راضي انت راضي اني انا اخذ الشاحن وانت تاخذ هذا انا موافق انا ابي القلم صراحه في اول مقايضه قدرت انجح فيها وافوز على بتان في هذه المقايضه قرر بتان انه يقايضني بهذا الشاحن بسبب ان عنده شواحن كثيره في البيت. Let's go نروح للمرحله الثانيه. بحثت في كل مكان ناس تقايضني بذا الشاحن. كنت اتوقع الموضوع سهل بشكل كبير، ولكن ما كان بالحسبان. قررت اني اخذ هذا الشاحن واعرضه في موقع شباك. طبعا اللي ما يعرف شو موقع شباك اللي هو موقع تقدر تبيع فيه اي شيء عندك داخل البيت. اللي اعجبني فيه ان امانه عالي، فقلت مالي الا اعرضه في ذا المكان. وأنا وانتظر اليوم الثاني ونشوف وش راح يصير معنا طيب السلام عليكم حياكم الله والله العظيم في شيء يسعدني مرة الشخص هذا طرحت عليه الموضوع كامل قلت له موضوع كيت 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 حاب تقايضني او لا قال خلاص ما في مشكله انا حاب اقايضك والفكره مره حلوه ورحب بالفكره وكل شيء
وقلت لهم في تصوير وحنا راح نجيك بإذن الواحد الأحد. طبعا راح يقايضني بآيفون 5S بشاحن آيفون تايب سي الجديد حق الآيفونات الجديدة. فرق ممكن $5 ترى أو $7، ممكن سعر الآيفون الفايف اس مستخدم 48-50 دولار حدودها 200 ريال ممكن. أما هذاك لا سعره $41، فراح نروح نقايضة. بس المشكلة وين في إنه يبعد عني 6 ساعات بالسيارة بعيد، فقررت إني آخذ أقرب طيارة. طيارتي بتكون الله يسلمكم يوم الخميس الساعة 17:35، ما أدري كم 5 أتوقع، فراح نروح نتصلح كذا ونضبط كل شيء ونطلع المطار ونسافر الرجال. والله دي متحمس أقابل حرفيا. فيب let's go. أخيراً يا جماعة الخير وصلنا الدمام، وأخيراً وصلت للدمام بعد عناء كبير من الطيارة. بسبب التأخير والصجة والزحمة حصلت لي دوخة خفيفة. طبعا الشخص اللي استقبلني هناك اللي هو يوسف الله يعطيه ألف عافية. قلت بيد يوسف يا يوسف ودني أقرب مستوصف أخذ منه علاجات لن ودي أريح. حرفيا نمت وصحيت اليوم الثاني. طيب يا جماعة الخير أنا رايح أقايض، جايب كل أخوياي في الدمام حرفيا. أسامة أبو توب هلا والله هلا 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 يوسف. فشوي راح نقابل الرجال يا جماعة الخير. طبعا هنا اكبر مشكلة تصير لي اللي هي محاولة اقناع المتابع انه يطلع على الكاميرا. في كثير منهم يكون موافق في البداية ولكن في النهاية يتغير رايه، ولكن الشخص اللي قابلناه اليوم شخص مرة جميل ومحترم حرفيا. وهنا تمت المقايضة الثانية بين شاحن ايفون تايب سي الى ايفون 5S. الموضوع كالاتي يا جماعة الخير، خلصنا المقايضة الاولى، الحين المقايضة الثانية راح تكون بين شاحن ايفون وبين جوال بين جوال ايفون 5S. قلت لي ان الشاشه خربانه والله. طيب فسم يا حبيبنا. تمام حلو، وانا باخذ هذا. بس راضي انت؟ بس راضي راضي. مع السلامه. يا يلا مع السلامه. شير. طيب يا جماعة الخير، هذا هو الايفون اللي سوينا عليه مقايضة. الحين الساعة كم دقيقة اوريكم الساعة كم؟ الساعة 1:45 الليل. انا ويوسف اول شيء بنبحث كم سعر الايفون هذا في السوق مستخدم. ظنك كم يوسف؟ والله شوف اتوقع 100 ريال 200 ريال يعني حاجة كذا. فان شاء الله نلقى وبنعرف سعره بالضبط حق المقايضة ان شاء الله الامور تمام باذن الله. دخلنا شباك يا جماعة الخير. لا هذا ايفون 13 ايه لا اكتفينا ماما شباك في كل شيء فايكس انجليزي. طبعا قررت اعرض هذا الجوال في شباك. سبب اختياري لشباك لان وسائل الامن فيه عالية، ما راح ابلش من اي ناحية امنية. المهم جلست كذا اخر ليل قاعد افكر واقول انا ويوسف وش ممكن نقايض في المرحلة الجاية بالجوال. ودي يكون في عدد كبير كذا يبغوني اقايضهم بالاشياء اللي عندي، منها نصور معهم مقاطع ومنها نطرح عليهم التجربة هذه. إذا أنت عندك شيء حاب تقايضه وتشاركه معنا، كل اللي عليك تنزل تحت في الوصف راح تحصل رقم الواتس الخاص فينا. كل اللي عليك ترسل الشيء اللي تبغى تقايضه وبرضو تسجل رقم جوالك واسمك والمنطقة اللي ساكن فيها، لأن راح نجمع الناس الموجودين في الغربية وفي الوسطى وفي الشرقية وبرضو اللي في الشمال والجنوب، وكل فترة وفترة راح نزور ناس نسوي معهم مقايضة. برضو راح تحصل اسمي في شباك طالع لك الآن. كل اللي عليك تتابعني هناك أو تشوف تحركاتي كل فترة وتشوف الأشياء اللي ممكن تتحول من مقايضة إلى مقايضة أخرى. مثلا لو في أحد من المتابعين نزلني قال أسامة أبغى قايضك مثلا بالشيء الفلاني هذا، كيف راح تعرف يا صديقي المتابع أني أنا الآن مو معاي الجوال، أنا معاي شيء مثلا أكبر من الجوال؟ هذا الشيء جوابه في تطبيق شباك، تابعني على حسابي هناك شوف انا وش قاعد اسوي وش الاشياء اللي وصلت لها.
فأتمنى الكل يشارك هذا المقطع برضو ويشاركني في هذه المقايضة، وخنشوفكم يا جماعة الخير في الحلقة الجاية.